حط لايك بالخمس ثواني القادمين لو انت مستعد تسوق البطل باس وتواجه جلاكتوس قبل ما يبلع الدنيا ويرجعنا على الماب الحلوة اللي الله يخلينا اياك يا جلاكتوس، وان شاء الله بتبلع الماب. كلاتكم تعرفوا بنهاية اي سيزون وبداية اي سيزون بيبتدي معنا الهبد وبيبتدي معنا الشغلات الكتيرة اللي بتصير بالنسبة للتسريبات والتلميحة، فان شاء الله رح احكيكم بهذا الفيديو عن اكتر تسريب او ممكن اكتر تلميح من الشركة بدللنا على انه فعلا الخريطة رح تتدمر ورح تروح، يلي هي عن عبارة عن حزمة 12 دولار اللي لمعت فيه اللعبة عن تسريب بالنسبة لتدمير الماب، ورح احكيكم بشكل كامل عن حزمة ال 12 دولار وشلون تجيبها وشلون تستفاد منها بشكل كامل، وطبعا اخر شيء رح احكيكم عن هي الصورة اللي انتشرت بالسوشيال ميديا بالنسبة لتسريب السيزون 5 وشو هدول السكنات وشو بالنسبة لتعاون لعبة فورتنايت مع ستار وورز عواد مارفل. فكود دعم بالاتم شو بني متسالي زار امامكم، بتشكركم على الدعم واللايك بيهمني جدا ليوصل المقطع لكل مكان، ولو حابب طبعا تشير المقطع تشترك بالقناة لتشوف التسريبات وتشوف التحديات بالنسبة للسيزون 5، ومثل العادة بكل بداية سيزون رح يكون في عنا جيف اوي على بطل باس، فخليك متابع بالقناة لحتى تكون انت احد الكسبانين. فهلا والله بسكان الطاولة الارضية وفيديو جديد. اول شيء يا شباب خلينا نبتدي لكم بحزمة ال 12 دولار اللي شركة فورتنايت فعليا حاكت عليها، وخلص الموضوع صار 100% ونازل معنا. مثل مزارع ممكن هدول الصور انتشر معنا، وانتشر معنا هذا التريلر او الاعلام بالنسبة لحزمة الفورتنايت الجديدة اللي قادمة معنا يوم ان شاء الله ديسمبر، اللي هو يوم 2 ديسمبر بداية السيزون 5. طيب شو موضوع هاي الحزمة يا نيمو، وشو هي بالنسبة بشكل عام، وشو راح استفاد انا كمتابع او كلاعب يعني بشكل عام بلعبة فورتنايت بالنسبة لهي الحزمة؟ هاي الحزمة يا شباب رح تكون اشتراك شهري ب 12 دولار. شو راح تستفاد منها؟ هاي الحزمة يا شباب عبارة عن اشتراك ب 12 دولار تدفعه كل شهر بالنسبة للعبة فورتنايت، ولكن ما حتدفعه وخلص، رح تحصل منه اشياء حلوة كتير وشغلات ظريفة جدا. اول شيء بداية السيزون 5 رح يتم اطلاق معنا حزمة جديدة باسم ما بعرف شو اسمها الصراحة، يعني هي مدري اسمها فورتنايت الطور النهائي او طاقم فورتنايت رح يكون اسمه بالعربي، مثل مظهر امامكم على موقع ايبك جيمز الرسمي. طيب هاي الحزمه شو فيها اغراض وشو الاشياء اللي احنا رح ناخذها منها؟ طبعا انت اول شيء رح تكون حاطط الفيزا تبعك ورح تشتري الحزمه ب 12 دولار. بعد ما تشتري الحزمه ب 12 دولار رح يجيك منها ثلاث اشياء. اول شغله رح يجيك الباتل باس، وثاني شغله رح يجيك في باكس 1000 في باكس كل شهر، يعني انت بتدفع 12 دولار بتاخذ باتل باس وبتاخذ 1000 في باكس. مو بس لهون يا شباب، كمان رح تاخذ منها حزمه خرافيه جدا باسم الطاقم الشهريه. هاي الحزمه يا شباب رح تكون عباره عن سكنات وجلايدر وبيكاكس وباكي بلينك، رح تحصلها مجرد ما انك انت تشترك بهذا الاشتراك الشهري اللي هو ب 12 دولار. بالنسبه ل 12 دولار رح يكون تقريبا سعرها بالريال ما يقارب ال 50 ريال او 54 ريال تقريبا بالنسبه لعملة السعوديه، وبالنسبه للدولار العالمي رح يكون سعرها 12 دولار فقط لا غير. رح تحصل منها باتل باس وسكن او حزمه بشكل عام السكنين، ورح تحصل منها طبعا البطل باس. انا بالنسبة الي شايفة كنيمو انا مثلا بنصحكم 100% تشتروها لهي الحزمة، لانه الصراحة رح تكون مفيدة جدا. يعني انت بتدفع 12 دولار بتاخد حزمة وبتاخد سكين وبتاخد باك بلينك وبيكاكس وجلايدر وبتاخد بطل باس وبتاخد 1000 في باكس. الصراحة الحزمة خرافية جدا، وطبعا هي الحزمة ما حتنتهي عند هون، يعني انت رح تشترك ب 12 دولار كل شهر رح تحصل كل شهر 1000 في باكس، ورح تحصل كل شهر حزمة وسكنات جديدة. طبعا من ورا هذا الاعلان اللي ظهر امامكم انا وعم بحكي ظهر معنا سكنين، هدول السكنين اللي احنا رح ناخذهم مع البيكاكس تبعهم مع الباك بلينك مع كل شيء كامل بالنسبة لهي الحزمة. هذا هو موضوع الحزمة بشكل كامل يعني، وما بده أكثر من هيك شرح أنا بتوقع، ولكن نصيحة مني إلكم يا شباب لما أنت تشتري الحزمة حاول اشتريها من على أي منصة. مثلا لو أنت من على منصة البي سي أو منصة البلاي ستيشن 4 أو إكس بوكس رح تقدر تحصلها بشكل كامل، وإذا بدك تلغيها بتقدر تلغيها من نفس المنصة ومن داخل اللعبة. طيب شلون بدك تشتريها لهي الحزمة؟ هاي الحزمة رح تكون من داخل اللعبة بشكل كامل، يعني رح تفوت على الآتم شوب رح تلاقيها بهذا الشكل مثل مظهر أمامكم. طبعا هون أنا مو كاتب لكم أسعار ومو شي، لأنه هذا الشيء عبارة عن تلميح أو هذا عبارة عن اقتراح من اللاعبين، لأنه هيك رح يكون شكلها، وهي فعلا رح يكون شكلها هيك 100%. طب هلا شو بالنسبة لهي الحزمة يا نيمو، شلون أنت قلت إنه فيها تسريب وفيها تلميح لدمار الموب؟ طبعا كلياتكم ملاحظين الباك بلينك بهذا الشكل. الباك بلينك عبارة عن كوكب أرض ولونه أزرق وأخضر مثل خريطة فورتنايت بالضبط، وطالع منه نار ومتدمرة ومتشقفة. طبعا هذا الكلام نحن لمحنا تقريبا بنسبة 90% انه الماب رح تتدمر بشكل كامل. شو هالدليل لهذا الكلام يا شباب؟ كلاتكم تعرفوا مارفل والكوميكس بوك طبعا اللي احنا عم نشتق منه بعض الاشياء وعم ناخذ منه، يعني كل شيء عم يصير بالكوميكس بوك فعليا عم يصير بلعبه فورتنايت. حاليا انت عم تلعب فورتنايت بالسيزون 4 كانك عم تلعب بفيلم مارفل او كوميكس بوك او كتاب قصص مصوره يعني من داخل مارفل. طبعا عالم مارفل انتم بتعرفوا انه جلاكتوس هو عباره عن شخص بيسحب طاقه العوالم لحتى
حتى يقدر يكمل بالنسبة لطاقة العوالم وياخدها ويروح يحطها بالكوكب تبعه. طبعا جلاكتوس هو مش الريل، مش هيكون عندكم فكرة. جلاكتوس هو عبارة عن شخص بيسحب طاقة الكواكب لحتى ياخدها ويحطها بالكوكب تبعه، هو مش الريل يا شباب. طيب هلا انا شو التلميح اللي خلاني اعرف انه فعليا رح تتدمر الماب؟ رح تتدمر الماب مثل مزار امامكم بالكوميكس بوك الخاصة بجلاكتوس، مثل مزار امامكم شكل الكوكب اللي على ايده اليمين بتلاقيه متدمر ومتشقف نفس الباك بلينج اللي هي كانت بالحزمة الشهرية. وشركة فورتنايت على فكرة استقصدت تنزل الحزمة وتنزل الاعلان تبع الحزمة هلا لحتى تلمح لنا على دمار الماب، وفعليا رح يكون في دمار ماب خرافي بالنسبة لفورتنايت. هذا هو بالنسبة للتلميح تبعي وبالنسبة للشغل اللي انا اشتغلته ودورت وشفت بالنسبة للكوميكس بوك. فانا بدي رايك بالتعليقات، هل ممكن هيك يصير فعلا بكوكب فورتنايت ويتدمر اللي احنا هلا حاليا فيه وننتقل للعوالم اللي احنا كنا فيها بالزيرو بوينت ونرجع للشابتر الاول او الخريطة القديمة يلي كل الناس بتحبها؟ خلينا ننتقل بالنسبة للموضوع الثاني اللي معنا يا شباب. الموضوع الثاني اللي معنا اللي هو عبارة عن تسريب شكل السيزون 5. هذا الغلاف اللي ظهر امامكم بالنسبة للسيزون 5 شو مصداقيته وشو حقيقته 100%؟ طبعا هاي الصورة انتشرت ولكن ما حدا عرف منين انتشرت وما حدا عرف منين اجت هاي الصورة. مثل مظهر امامكم هذا الشخص نزل هاي الصورة من شركة ايبك جيمز على الاساس انه هو شغل اللانشر وفات على اللانشر تبع الكمبيوتر، قام لقى عنده صورة فورتنايت بهذا الشكل باللون البرتقاني وعليها سكن شبيه جدا بسكن ستار وورز وجنبه سكنين تانيات بنت وواحد تاني هيك لونه برتقاني، انا ما حسمي لانه الصراحة ما بعرف الاسماء الزيادة. طيب شو الدليل على انه ستار وورز ممكن يفوت معنا وشو الدليل على هاي الصورة؟ هلا بالنسبة لهي الصورة يا شباب، يعني تقريبا هاي الصورة تسريب او هي ما نقدر نقول عليها تسريبية، ممكن يكون عبارة عن شخص سممها وراح لحشها والناس كلها تصدقتها. هاي الصورة يعني مو صادقة 100% ولكن ممكن يكون تسريب قوي. شو الدليل على هذا الشيء؟ الدليل على انه هذا الشخص نزل مثل ما قلت لكم من ايبك جيمز واللانشر، ومثل مظهر امامكم هاي شخصية من فيلم ستار وورز، نفس الشخصية الموجودة بهذا الغلاف. ولكن في الصورة اللي انا ضربت بدماغي كثير اللي انتشرت بشكل واسع يلي هي ظاهرة امامكم، هاي الصورة يا شباب قالوا لكم انه هون على شكل الشمال هيك على هاي الحزمة في عبارة عن شعار الباتل باس وبورا سكن مثل مظهر امامكم هذا نفسه السكن اللي موجود نفسه بالتسريب اللي لقيناه بايبك جيمز او المشغل تبع ايبك جيمز على الكمبيوتر. ولكن هدول الصور ما فيها مصداقية كاملة، ومثل مظهر امامكم كمان لما انت تجي تقرب على الصورة الخاصة بهذا السكن بتلاقيه حامل درع بايده اليمين او في وراه درع بايده اليمين او الشمال، عفوا ايده الشمال هو مثل ملافف يعني، بتلاحظ انه موجود هذا المخلوق الصغير تبع ستار وورز، ما بعرف شو اسمه، هذا المخلوق الصغير بدل على انه موجود فعلا ستار وورز وهذا السكين قادم معنا من ستار وورز. فهل ممكن نشوف في تعاون بالنسبة للعبة فورتنايت وستار وورز غير مارفل؟ الله اعلم. ولكن لو اللعبة فعلا عملت تعاون جديد بين ستار وورز وبين لعبة فورتنايت، الصراحة هيك اللعبة خبصت كتير ونقلتنا من عالم مارفل لعالم ستار وورز والقصص هي كلياتها، فانا ما حبيت هذا الموضوع وما بتوقع هذا الموضوع متواجد او ممكن يكون حقيقي 100%. فطبعا بدي رايك بالتعليقات، انت شو رايك بهذا الشيء؟ هل ممكن هاي الصوره تكون حقيقيه ولا لا؟ انا ليكو يا شباب مشان يكون عندكم فكره، انا ما عم سرب كل شيء وما عم بحكي كل شيء بالنسبه لفيديوهاتي للسيزون 5، لانه السيزون 5 من افضل السيزونات بالنسبه معنا لهذا الشابتر، وهذا الشابتر هو فعليا يلي رح ينقلنا بالنسبه للعالم الجديد او للخريطه الجديده. لانه مشان اكون صريح معكم، لانه جلاكتوس موجود معنا بالكوميكس بوك الخاص بمارفل انه هذا الشخص مستحيل ينهزم وما بينهزم بنوب، هذا الشخص بيسحب كواكب، يعني انتم متخيلين انه بيسحب طاقة كواكب. فانا بتوقع انه ممكن ننتقل لماب جديدة وتتكسر هاي الماب وننتقل عن خلال الزيرو بوينت ونرجع للشابتر القديم. فهي بالنسبة لجلاكتوس التسريبات كلياتها الخفيفة طبعا مو كلياتها، فانا ما عم حب احكي بالنسبة للتسريبات الكاملة لانه التسريبات ما حلوة بالنسبة لهذا الشابتر او هذا السيزون بشكل عام، لانه احنا هلا بدنا نفوت على قصة جديدة، فالتسريبات ممنوعة شوي وبتقدر تقول مو محبوبة حاليا، لانه انا قصدا ما عم سرب مشان التسريبات تضل حلوة والحدث يكون معنا حلو ونكون متحمسين. اكتب لي تحت بالتعليقات طبعا شو رأيك بالنسبة لهذا الحدث وشو قديش حماسك بالنسبة لهذا الحدث. انا الصراحة حماسي 1000 بالنسبة لهذا الحدث لانه ممكن يكون حدث كتير حلو، وانا بالنسبة لي شايف انه جلاكتوس مستحيل ينهزم وما لح يقدروا ابطال خارقين ولا حتى لحنا يعني انه نقدر نهزمه بمساعدة الابطال الخارقين. فهذا هو بالنسبة للحزمة يا شباب تبع 12 دولار، وبالنسبة لتدمير مارفل، وبالنسبة شو رح يصير معنا بالكواكب والقصص هي، يعني كل شيء بكل شيء جبت لكم اخبار. طبعا استنوا الفيديو القادم اللي هو رح يكون عن اوقات حدث جلاكتوس، شو رح يصير معنا بقائمة البتل باس او بالطرابيزة، وجلاكتوس منين بده يطلع، شلون بده يكون، في فيديو تاني ان شاء الله محضر لكم اياه. فكنت دعم بلاتهم شوبني متسعة، ولا تنسى تفعل زر الجرس وتشترك بالقناة لحتى يوصلك كل جديد، والجيف اوي طبعا رح يكون على بتل باس ايام السيزون القادم بالنسبة للسيزون 5. شكرا لكم يا شباب وبرعاية الله.